الحمد لله لحضرتك جيت يا حاج. ايه اللي قلتهولي في التليفون ده؟ منصور فين؟ موجود يا حاج ورافض يروح اي مستشفى، كل طلبه قال لي كلمي الحاج خليه يجي لي على هنا. ما تعرفيش مين اللي عمل فيه كده؟ مش عايز يتكلم يا حاج، بس هو لازم يروح المستشفى او على الاقل نجيب له دكتور. طب اتصل بالدكتور ادهم قول له الحاج عاوزك ضروري. حاضر. منصور ابني، منصور، منصور حبيبي، ايه طمني يا ابني عليك، طمني انت كويس؟ ها ايه اللي حصل؟ مروحش المستشفى ليه؟ الحمد لله حبيبي جت سليمه. جت سليمه ازاي؟ لما هي سليمه ما جتش على البيت ليه؟ ها ما جتش على البيت ليه؟ كانش ينفع يا حاج، لقيت نفسي كمان قريب من هنا فقلت اجي على هنا على طول. طب قوم قوم كده شد حيلك. اقعد فهمني يا ابني، ها ايه اللي حصل بالظبط؟ اللي حصل اني كنت هموت يا حاج، فجأة ما لقيتش فرامل في العربية. ازاي؟ عربية زي عربيتك دي مش ممكن فراملها تسيب فجأة كده؟ لا ممكن، ممكن لو بفعل فاعل. فعل فاعل؟ يعني ايه؟ حد قصدها؟ اه حد حاجة قصدها، وده اللي مخلنيش اروح على البيت وجيت على هنا. ايوه يا ابني، ومين لا يوصل لعربيتك عشان يعمل فيها اللي عمله ده؟ ضربة جاية من جوه حاج مش من بره. جوه؟ تقصد مين؟ اخلص يا ولا! انت عايز تودي روحك في داهية؟ اوعى اسمعك تقول الكلام ده قصاد حد. لا هقول وبصوت عالي كمان، انا اللي عملت فيه كده، وانا اللي فكيت له فرامل عشان اخلص منه. اخلص اخلص. لا مش هخلص وهتكلم. ابوك لو سمعك بتقول الكلام دوت هيقتلك، انت فاهم؟ ما تضربنيش يا ولا. انت مالك هو المنصور؟ مرة ترفع عليه السكينة ودلوقتي عايز تقتله عشان انا مش خروف يمسكني بالعباية ويجرجرني قدام صحابي، وعجلان عايز يرميني في مصحة عشان يستغرب هو بالراجل الكبير، وايه بقى؟ يلعب من ورايا كل حاجة. بس انا مش هسكت، وحقي ياخده، واحرق قلب اي حد يفكر انه ياخده مني. انت سامعة؟ اي حد، حتى لو كان انت. فكر في عزيمه اخوه ما يستاهلش يعيش تحت سقف في بيتي. معلش سامحه مش هيرجع. خلاص انت خالص، ده هيسافر البلد عشان ينشف ويتعلم معنى الاخوه ومعنى الرجوله. تعالى اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت ما تخليش حاجة تفوتك.